أهلا بكم. قرار وقف السعودية هبة المليارات الثلاثة المخصصة للجيش والقوى الأمنية وما تبقى من هبة المليار التي أوكلت للرئيس سعد الحريري هز قيادات الرابع عشر من أذار وأطلق العنان لألسنتها، فصبت جام غضبها على حزب الله ووزير الخارجية جبران باسيل. الرئيس سعد الحريري حمل من دار الفتوى الحزب والتيار الوطني الحر مسؤولية القرار السعودي ودعا إلى التكاتف ومحاولة حل المسألة، معتبرا أن الكلام الذي يصدر باتجاه المملكة مرفوض ولا يمثل سياسة لبنان. أما رئيس حزب القوات سمير جعجع فانتقد سياسة الحكومة ورأى أنه كان عليها التدخل لوضع حد للتعدي على المملكة تحت طائلة القانون اللبناني، مشاركا الحريري قوله إن الحكومة اللبنانية هي وحدها التي لم تدن الاعتداء على سفارة السعودية في طهران. وطالب جعجع بتشكيل وفد وزاري للذهاب إلى الرياض والطلب منها استئناف المساعدات. في الشأن الرئاسي أكد الحريري الاستمرار بترشيحه فرنجي وقال ممازحا على جعجع أن يسحب ترشيحه لعون، وسرعان ما أتاه رد جعجع بتمون شيخ سعد بس شو رأيك تعمل العكس. إذن أعلن الرئيس سعد الحريري أنه يتفهم الموقف السعودي بإيقاف المساعدات للجيش والقوى الأمنية. وبعد لقائه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى رأى الحريري أن على الحكومة التحرك باتجاه السعودية والعمل على حل الموضوع. ما في شك أنه الكلام اللي بيصدر عن منابر إن كان من حزب الله ولا إن كان من آخرين باتجاه المملكة العربية السعودية هو كلام مرفوض، ونحن وهؤلاء لا يمثلون لبنان أو السياسة اللبنانية. يعني اللي بيتحمل هذا الموضوع هو حزب الله والتيار الوطني الحر. هل سيكون لكم تدخل مباشر مع المملكة لحل هذا الموضوع؟ نحن عم نعمل اتصالات، ولكن هذا موضوع نحن كررنا وحكينا عدة مرات أنه يعني اليوم كان في إجماع عربي. إذا خامنئي طلع واستنكر موضوع اللي صار بالسفارة، يعني شو قاعد عم يعمل وزير خارجية لبنان انه ما بده يمشي بالاجماع العربي؟ شو يعني وصلنا لمحل، يعني هذا شيء مؤسف. فلذلك نحن بالنسبة لنا موقف لبنان بالاجماع العربي يجب أن يكون مع العرب. نعم في خلاف، ونحن قلنا أنه بدنا ننقي بالنفس فيما يخص سوريا، هذا شيء عم يمارس. بس أما تجي يحصل اللي حصل للمملكة العربية السعودية وبعدين نقول والله مش زمنا، لا زمنا. وهل هناك إمكانية أن تسحب ترشيح الوزير الفرنجي ليكون عون مرشح توافق بالنهاية؟ لا، هو يمكن الحكيم لازم يسحب ترشيحه لميشيل عون، ونحن مستمرين بترشيحنا يعني ملتزمين بترشيحنا. اللي بده رئيس جمهورية بينزل على مجلس النواب، اللي بده يحطها على إيران وعلى السعودية وعلى بيقدر، بس فعليا بالآخر هو الحق على الأحزاب اللي عم تعطل وتنزل على مجلس النواب. وشكرا. لفت رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى أن لبنان خسر 3.5 مليارات دعما للجيش والقوى الأمنية بعد الإجراءات التي اتخذتها الرياض. وفي مؤتمر صحفي ذكر جعجع بمواقف السعودية تجاه لبنان ولا سيما بفضلها في اتفاق الطائف وأعمار لبنان في حرب تموز، منتقدا الهجوم الذي تعرضت له من قبل أفرقاء لبنانيين. الحكومة اللبنانية لازم تجتمع توجه طلب رسمي لحزب الله، لأنه بالأمور السيادية ما في حياة، وانه بننطر البلد تيخرب ومنضل مستحيين من بعضنا ابدا. بتوجه طلب رسمي لحزب الله بالامتناع عن مهاجمه المملكه العربيه السعوديه تحت طائله تنفيذ القانون اللبناني، مواد اقلها 288 292. هيدي من جهه بيكون الطلب رسمي وعلني وينشر. من بعد منها بيتشكل وفد رفيع المستوى قوامه يمكن نص الحكومه الحاليه، كل الوزراء السياديين مع رئيس الحكومة مع بعض الوزراء الآخرين، وفد 10-15 وزير بيروحوا على المملكة. أكيد بتصور بيستقبلهم الملك على الرحب والسعة، وهونيك بيطرحوا الأمور مثل ما هي وبيطلبوا من المملكة ترجع تستأنف مساعداتها للبنان.
بثت صحيفة الشرق الأوسط شريطا ترويجيا عبر صفحتها على تويتر عن الأسباب التي دفعت المملكة العربية السعودية إلى وقف هبة المليارات الثلاثة وما تبقى من هبة المليار دولار المخصصة لدعم الجيش وقوى الأمن اللبنانيين. استعادت منطقة السعديات هدوءها صباح اليوم في أعقاب اشتباكات نارية عنيفة بين مناصرين لحزب الله وتيار المستقبل استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية. ونفذ الجيش انتشارا واسعا في المنطقة وقام بعمليات دهم بحثا عن المشاركين في الاشتباكات التي انطلقت بعد حصول إشكال بين شبان من آل الأسعد وآخرين من آل الرز تطور إلى تبادل لإطلاق النار. هذا وأعلنت قيادة الجيش موديلية التوجيه أن قوة من الجيش دهمت صباح اليوم أماكن عدد من المشتبه بتورطهم في الحادث، حيث أوقفت 10 مواطنين وسوريين اثنين وفلسطيني، وضبطت بحوزة بعضهم بندقية حربية ومسدسين وكمية من الذخائر الخفيفة والأعتدة العسكرية المتنوعة، بالإضافة إلى عدد من أجهزة الاتصال. وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتستمر قوى الجيش بتعقب باقي المتورطين. ترأس رئيس الحكومة تمام سلام قبل ظهر اليوم اجتماعا استثنائيا في السرايا الكبيرة للجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف إدارة النفايات الصلبة، في حضور الوزراء أكرم شهيب، أرتير نازاريان، ميشيل فرعون، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، نهاد المشنوق، نبيل دوفريج، والياس بوصعب، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وتم عرض نتائج الاتصالات حول أزمة النفايات على أن يستكمل البحث بعد ظهر يوم الاثنين المقبل. ورأى الوزير حسين الحاج حسن بعد الاجتماع أن الحل الأمثل هو العودة إلى حل المطامر الصحية في الفترة الانتقالية وتشجيع الفرز من المصدر ومن ثم المحارق. حملة بدنا حاسب تعتصم في ساحة رياض الصلح احتجاجاً على ما آلت إليه الأمور في ملف النفايات. ومن هناك ينضم إلينا مباشرة الزميل باسل العريضي. باسل، ماذا عن العنوان العريض لهذا التحرك اليوم؟ يعني بالواقع كاترين، يعني كما ذكرتي في المقدمة وكما بات معلوما أنه بعد فشل موضوع الترحيل، ترحيل النفايات، وهذا الموضوع الذي كان أيضا محل اعتراض من قبل المجتمع المدني والتحركات الشعبية، اليوم بعد فشل كل هذه المساعي والعودة طرح المطامر، عادت اليوم حتى شمع بدنا نحاسب وباقي الحراك المدني للدعوة إلى الاعتصامات في ساحة رياض الصلح. بالواقع الدعوة للاعتصام اليوم هو في عند الساعة الثالثة تقريبا، بدأت تتحضر هذه الساحة، بدأ بعض الناشطين بالوصول إلى هذه الساحة لطبعا تسجيل اعتراضهم على هذه الخطط التي تقوم بها الحكومة أو التي تفترض أن تقوم بها الحكومة، خصوصا لجهة عدم مطابقتها لمعايير الصحة حسب ما يقولون. إلى جانب أحد الناشطين في هذه الحملة، أحمد اليوم يعني عم تشجع على الساحة بعد ما فشلت الحكومة بموضوع معالجة النفايات. إيه، نحن اليوم حملة بدنا نحاسب قدرت تكشف التورط العمالي بموضوع ترحيل النفايات عبر شركة شينوك، قدرت اليوم تكشف الفساد اللي صاير عبر شركة شينوك والأوراق المزورة اللي ادعى رئيس الحكومة أنه لا مزبوطة، وبرضو ما قدرت شينوك تجيب الأوراق الصحيحة، بل ضلينا على أوراق مزورة وفوتوكوبي مثل ما عم بيقولوا. اليوم نحن كمان حنرجع نكفي بهذا الموضوع، لأنه بأول الأزمة إذا كل الشعب اللبناني بيتذكر أنه قالوا انه بدها سنه ونص، يعني تقريبا 18 شهر لحتى تنحل هيدي الازمه. نحن اليوم هيدي الحكومه عم بتقول انه نحن رجعنا لنقطه الصفر. نحن اليوم لو الحكومه مشيت باللي قالوا الحراك من الاول بخطه فرز صحيحه وتشغيل معامل الفرز وبالتالي استفاده من النفايات، كنا هلا تقريبا بعد عنا نص المهله، بينما هلا بسبب المماطله والفساد وعلى قوله الاكرم وزير اكرم شيب انه شو بيطلع لي يلي هو المبدا الاساسي بهيدي السلطه، نحن اليوم رجعنا للصفر. ونحن اليوم يمكن نرجع نعوز 18
12 شهر جديد، لا يمكن نرجع ننطر فساد جديد، بس نحن باقيين لهون بالمرصاد. دعينا اليوم الساعة 3 أولا لنقول نحن قدرنا نوقف، إذا الحراك قرر أنه يعمل شيء حيقدر، وتاني شيء لنقول أنه نحن مكملين لحتى توصلوا على حل جدي للنفايات، حل مستدام خارج الفساد وخارج أي محاصصة. إذن كاترين هذه هي الأجواء مساحة رياض الصلح في هذه الأثناء. شكرا للزميل باسل العريضي. نتابع النشرة مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاستعراضات الإعلامية والسياسية لا تنتج رئيسا، والاجتماعات والمهرجانات وإتقان بعض الكلمات ومحاولة التشاطر من خلال بعض التصريحات لا تنتج رئيسا، بل تنتج مسرحية سياسية لا ثمرة لها. وأضاف قاسم في مهرجان التوجيه التربوي في النبطية أن الذي ينتج الرئيس هو التفاهم السياسي الذي له طريقة وله جماعته وله ما يؤثرون فيه. وقال إذا كنتم جديين في إنجاز الاستحقاق الرئاسي فأنتم تعلمون الطريقة إلى ذلك. من كان ينتظر معادلات المنطقة ليقوي نفوذه في الانتخابات الرئاسية فلن تكون معادلات المنطقة لمصلحته، ومن كان ينتظر الضغوط الخارجية لتؤثر في إنجاز الاستحقاق الرئاسي فلا إمكان لهذه الضغوط أن تؤثر. وإذا بقيت المراهنة عند البعض على المتغيرات أو على الضغط فهذا يعني أنهم لا يريدون رئيسا في المدى القريب. قال نظام مغيط شقيق المعاون الأسير لدى داعش إبراهيم مغيط في بيان: لن نتمكن من السكوت أكثر، سنتحرك قريبا باتجاه التصعيد ولن نسمح أن يسلك ملف العسكريين المخطوفين طريق النسيان. وأضاف: حتى الآن لم يصلنا أي خبر عن مصير العسكريين المخطوفين، وهذا ما يؤكد لنا عدم الجدية في التعاطي، معلنا أن هذا البيان بمثابة الإنذار الأخير وسيبدأ التحرك قريبا على أن يكون تصعيديا. كشفت أوساط وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لصحيفة السفير أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت في الساعات الأخيرة إبعاد أكثر من 20 لبنانيا معظمهم من بلدة الخيام في قضاء مرجعيون من آل عواضة، وبينهم عائلة وحيدة من مدينة بعلبك، وأمهلت هؤلاء 48 ساعة للمغادرة. وإذ أبدت الأوساط خشيتها من تصاعد مسلسل الترحيل في ضوء الضغط الذي تعرض له لبنان لأسباب سياسية، قالت إن السفارة اللبنانية في الإمارات تتابع هذا الملف مع الدوائر الإماراتية المعنية ومع الجالية اللبنانية، ورفضت الخوض فيما إذا كان وزير الخارجية قد تحرك دبلوماسيا من أجل إثارة القضية مع حكومة دولة الإمارات. بتكليف من رئيس مجلس النواب الممدد نبيه بري، غادر بيروت وفد برلماني يضم النواب ياسين جابر، محمد قباني، ألا عون، باسم الشاب وروبير فاضل، متوجها إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد محادثات في الكونغرس ومع عدد من المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة لمناقشة تبعات القرارات والإجراءات المالية الأمريكية الأخيرة على لبنان ورجال الأعمال اللبنانيين. بعد الإعلان الاتحاد الأوروبي لوقف استهداف المعارضة المعتدلة. أهلا بكم من جديد. رفضت الولايات المتحدة وفرنسا مشروع قرار قدمته روسيا في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى الاحترام التام لسيادة سوريا والوقف الفوري لأي خطط للتدخل البري على أراضيها، في إشارة إلى تركيا من غير ذكرها بالاسم. وعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات طارئة مغلقة بطلب من موسكو للنظر في الوضع السائد على الحدود بين سوريا وتركيا. ووزعت البعثة الروسية مشروع قرار يطالب بقوة بالاحترام التام لسيادة سوريا والوقف الفوري لأي أعمال قصف وتبغلات عبر الحدود، فضلا عن التخلي عن كل المحاولات والخطط للتدخل البري الأجنبي في الأراضي السورية. ويطالب كذلك بالامتناع عن الخطاب الاستفزازي والتصريحات النارية التي تحرض على العنف والتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا. أشاد وزير الخارجية الأمريكية جون كيري بجدية الروس لوقف الأعمال القتالية في سوريا، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتعين القيام بالكثير للوصول إلى وقف إطلاق النار. وقال كيري في تصريح من لندن قبيل انتقاله إلى عمان للقاء الملك الأردني:
إن العمل على إجراءات وقف إطلاق النار في وضع مماثل لذلك الموجود في سوريا عملية معقدة جدا وتفاصيلها كثيرة، لذلك فإن فرقنا منكبة على العمل. وأضاف أن المحادثات كانت جدية وبناءة حتى الآن، إلا أن مشكلات عدة صعبة لا تزال بحاجة للحل. نريد لهذه العملية أن تكون قابلة للاستمرار، وإذا أثبت كل الأفرقاء استعدادهم للجلوس حقا والعمل للتوصل إلى حل، يمكننا عندها أن نصل إلى وقف للأعمال القتالية في سوريا. أعلنت الرئاسة الأمريكية مساء الجمعة أن الرئيس باراك أوباما دعا نظيره التركي رجب طيب إردوغان والقوات الكردية في سوريا إلى ضبط النفس، وذلك في اتصال هاتفي بين الرجلين. وقال البيت الأبيض إن أوباما أبدى في الاتصال مع إردوغان قلقه بشأن التقدم الذي حققته الحكومة السورية في شمال غرب البلاد، ودعا إلى وقف الأعمال التي تزيد من التوترات مع تركيا ومع قوات المعارضة المعتدلة في الشمال. اتهم قادة الاتحاد الأوروبي روسيا وإيران بتهديد جهود السلام في سوريا ومساعدة تنظيم داعش وزيادة تدفق اللاجئين إلى أوروبا، وذلك عبر قصف فصائل من المعارضة السورية. وعقب اجتماعهم في بروكسل طالب القادة 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي طالبوا روسيا بوقف قصف فصائل المعارضة السورية التي يصفها الغرب بالمعتدلة والتي تقاتل داعش وقوات النظام السوري. وقالوا في بيان مشترك إن الاتحاد الأوروبي يدعو النظام السوري وحلفائه إلى التوقف فورا عن مهاجمة جماعات المعارضة غير الإرهابية، وهو ما يهدد احتمالات السلام ويفيد داعش ويحرك أزمة اللاجئين. وأكدوا ضرورة تنفيذ وقف العمليات القتالية بشكل عاجل، مشيرين إلى أن وقف القتال لا بد وأن يشمل أي طرف يشارك حاليا في عمليات عسكرية أو شبه عسكرية لم تصنفه الأمم المتحدة جماعة إرهابية. كان في هذه النشرة الحريري يحمل حزب الله والتيار الوطني مسؤولية وقف الهبة السعودية. إذا الخامنئي طلع واستنكر موضوع اللي صار بالسفارة، يعني شو قاعد عم يعمل وزير خارجية لبنان إنه ما بده يمشي بالإجماع العربي؟ وجعجع يدعو الحكومة لإرسال وفد إلى الرياض. توجه طلب رسمي لحزب الله بالامتناع عن مهاجمة المملكة العربية السعودية. لجنة الوفيات الوزارية تجتمع على المطامر وللنقاش تتم. ختام النشرة، شكرا وإلى اللقاء.